عسلامة. عسلامة. سافا. والله الحمد لله لاباس. باهي، سؤالي ليك، كي كنت صغير شنو كنت تحلم؟ والله وما زلت نحلم ديجا. كنت نحب نولي ملياردير كي بابا. بوك ملياردير؟ مال؟ كان يحب يولي ملياردير حتى ها. وزاد كان يحب يولي ملياردير؟ كي جدي. كي جدك زيد؟ اه بالوراثة، انك يعني تحب تولي ملياردير بالوراثة. حتى جدي زاد كان يحب يولي ملياردير. الحمد لله يا ربي نخدم انا وبابا وجدي وثلاثة ما نعرفوش جربل تو. دينار فرانك في جيوبنا ما عندناش. في تونس تو انت تسأل في سؤال غلط. اه. تو في تونس تحب تحلم؟ تنجم تحلم. لا تكذب على روحك. والله تكذب على روحك وتكذب في كذبة ومصدقتها. أه؟ نحن تونس تعرف من بعد اللي ساعي برك لها جيالة. كيفاش؟ تداولوا عليها البيات. اي. وبعد جي بورقيبة. اي. يرحم والديه. مش عذبها بركة ما نحكي لكش. بعد جي بن علي 23 سنة. تعدى عليها مش شريت الكل. اي. آه جت الثورة فرحنا. ولت مش هجالة ولت. ولت كما قالت ليلى كالبلايسة اللي سكروهم هذاكم. ولت كيكة تونس تخدم في البلايسة هذاكم. والله اقسم بالله. به بعد الثورة جت النهضة. اش عملت النهضة؟ تعادت على تونس بالفاحشة. خرجت النهضة. جاء اسمه المرزوقي. خلى زي سكيت. ومن بعد جاء الباجي قائد السبسي. الباجي قائد السبسي عمل الأول الثاني تعب مات. اش بيك ضحكت لحظة؟ فسر لي شنو المفهوم اللي فهمته من اللي عمل الأول والثاني أنت؟ تذكرت القرارات الأولى والثانية. لا غلط. عمل الخطاب الأول عمل الخطاب الثاني سيء تعب مات ما عادش فيه مسكين. وبعد جينا اخويا شكون بعد الباجي قاد السبسي ولا نسيت تعرف تنمو شدوها برشا رؤسيه قلت لك تونس شادينها بالغصب برشا شدوها فهمتني اغتصاب ذي اغتصاب دوله ما عادش ولت حاجه والله اغتصاب وتوا الحمد لله هاو عندنا قيس سعيد باذن الله مش باش يعمل لنا واحد لتونس الشعب التونسي كل واحد باش يعمل له واحد وحده اوفر كل واحد خطاب على ذوقه لا باش يعمل لنا كل واحد وحده كل تونسي يفهمها بالمفهوم اللي يحب عليه خاطر اسمعني شفت الموتى من بعد الثورة لتوا شدوا برشا رؤساء في تونس تلمو يكذبوا علينا كل ما عادش عندك ثقة في حتى أحد من نهضة وانتي ماشي واضح كلها تكذب قيس سعيد شنو هو يخرج يعطينا خطاب هو فلان فلاني هو متحام غاير على أرض وهو تتو انت كتجيني تقول لي فلان غاير على أرض وفي بن عروس سمي لي حومة شعبية هذه فتنة في حد ذاته تلقى واحد مسكر في راسه من حومه شعبيه تو يمشي يغور على ارض يقول لك تفضى مع ذاك تفضى معايا انت ما كي تخرج سامحني انت تعطيني خطاب سمي لي الاسم يا خويا ولا انت رئيس دوله برمشي حاسبه بالقانون ولا تخرج تكذب علينا نحن راهو اسمعني والله العظيم شفتها بلادنا باهي وفيها راهي بلادنا فيها اللي خدم وفيها الفلوس وفيها اللي تحب عليها انت كل وشفت كان جاي ما فيهاش هذه كل تونس راهي في 10 سنين قلت لك اغتصاب راهي فلست والطاوة ما فلستش أما المسؤولين اللي شدينا من أول مسؤول لآخر مسؤول إن شاء الله نترزو فيهم بالواحد بالواحد وكهو أنت تحس في روحك كمواطن قلبك معبي على بلادك ولا حاسس على بلادك ولا أنا قلبي مش معبي على بلادي على المسؤولية هذه الحاجة اللي أنا حاسس على بلادي خاطر كان جاء قلبي معبي على بلادي أول حاجة نعملها نخرج منها لبلاد ومش لغتك كيفاش هي كلغه خشبيه ولغه قفه ودرشنا لا نخرج منها البلاد انا كنت اما بلادي عجبتني وعامل عليها بون كيف اما المسؤولين نتاعنا خويا كما قالت مامتي يعطيهم عزره واحد واحد وكا انت توا كشاب من الشباب عندك لسان وتنجم تتكلم وتنجم تكون فصيح انت زاد تنجم تعمل خطاب انت زاد تنجم تلم وليد حومتك وتخطب عليه لا قصدك نكذب عليها لا انا قلت خطاب اي تو الخطاب في تونس كذب بيخرج يعمل خطاب في تونس يكذب عليك نحن تو في تونس اللي يعملوا خطابات في الحوم اللي تحكي عليهم انت الوحيدين اللي قاعدين يسيروا عندنا اربع كعبات يركشوا في بيرة اليوم جماعة القوش اربع كعبات ديما صفر فاصل ما طلعوش بجي ربي عادين ليس جماعة القوش يا خويا كي تشوفني نحبك تعمل لي عامله من الاخر عندنا اربع كعبات جماعة القوش في تونس حبوا يقردوا روب في المظاهرات نتاعهم جابوا دهن في بالهم باش يزينوا خرجوه دهن لون خراوي ما جاش لون مزيان خراوي اللون مخيبو قري مخيبو ما تفهموش يحبوا يشدوا البلاد يجي كا يعمل لك مكوا جمعيه ويعمل لك درشنوه وخطاباته يكذب على العباد وباش نعملوا هو يعبي يجيبوا
ويجبد روح باش تحكي لي لغه خطابات ما عادش تواكل خبز اللغه هذه. شنو يعني باش نجي نعمل خطاب لولاد حومتي هيا باش تخرج باش نحاربوا على حقوقنا درش شكون باش يخليك ثلاثه نجوم اللي واقف مون غادي باش يخليني انا باش نعملهم ولا علاش ما يخليكش وانت وقت اللي انت في دوله الحريه دوله حريه تشمل حريه يهديك ربي نحن عندنا عيد ثوره 14 جون في سكروا شارع حبيب بورقيبه فيها وهذا عادي جدا قال كورونا ونشوف فيها كورونا ما كانتش فما معناها في ما في جي سي سي وفي جي تي سي وفي مهرجان دوس ما فماش كورونا جات في 14 جون في انه واحد باش يحتفل بعيد ثوره باش تحكي اي معاك الثورة بدأت 17 ديسمبر أنا معاك للسماء يا خويا ويرحم والدي أما نحن نحكيه على الرحيل متاع بن علي وقتش خرج وقتش تونس ارتحت من بن علي 14 هو رمز من رموز الثورة تحب ولا تكره وحاجة واستنسنا بها واضح والله وماذا بينا ما خرج بن علي خير بي عندي لك سؤال نحبك تخمم فيه بالكدي بالكدي كنقول لك مشكي وعاود شنو اللي تمشكيه وتعاود من الأول وجديد يبقى بن علي حاطوا فينا 23 سنه ولا يبقى كل مره يدخل واحد يحطوا فينا وما يمشيش مخه كبير نظرتك سياسيه يعني تخير بن علي على برشا على الثوره اللي كيما لعبت تقول لك احنا عملنا ثوره الكرامه ثوره الحريه ثوره الـ يعني الديمقراطيه باش خذينا حقنا وخذينا كل شيء انت هذين الكل ضده باش ربحت منهم انت اللي سميتهم كل شيء ربحت منهم أعطيني حاجة ربحتها منهم طو نتحديك وقدام كاميرا انت عمرك 2 ساعة كي كان بن علي موجود بن علي ضرك انت ما ضرنيش قلتها بفهمك معناه حطوا فينا واحد خير من اللي كل مرة يدخل واحد يحطوا فينا بي كنقول لك مشكي وعاود كيف كيف لكن مش في السياسة اغزر خلي السياسة انت توا لهنا واقف تغزر لتونس الكل مش نحكي تونس هذه برك نحكي تونس من بنزارة البنقردان شنو تمشكي وتعاود فيه من الوجدي نحي السياسة على جنب ما تعرسش انت معرس؟ اي معرس بمرأة هي سمحني خوفة مش كوني عرس براجل معناها اختي معرس براجل هي اختك هذيك اختك على خاطر قلت لي فما شكون يعرس براجل اختي ماخذة راجل ايه وعلاش ما تعرسش؟ غلطة عمري شو صار لك؟ مدبرم أنا مسخف أنا أقسم بالله والله علاش؟ يعجبك عندي صاحبي اسمه المصري أنا أقسم بالله يعيط له المصري هو بازي راكم تعرفوه معناه مسكين يحكي لي على العرس ما شجعنيش كذبته أنا وعرست صدقته خايب العرس خايب صار لك من اللي عرس بالمرأة لتوا بيت في بيت الصال يعني. علاش تبيت في بيت صال؟ ما تحبش تقول لي حرام عليه ما تحبش هكذا كيما اللي عملوا سياسيين في تونس اي فهمتك لكن انت متزوج معناها يعني نتصور متزوج بوحده راش دا بوحده تفهم يعني ماكش متزوج بها عمرها 12 سنه الله غالب بهيمه خذا باش تربي على يديك شنو باش تربي على يديك بهيمه انسان بهيم كيفي انا دخلت للقرايه بهيمه خرجت زوز بهيم مش خرجت زوز بهيم لحظه في الصغير نحطونيش انا نعدي في كلاس كامل وحدي نقر نجي لخرين علاش والله ما نعرف نجي لخرين بهيم نحن توانسه بهيم الاخر قال لك ازرع حد اللي وبطيخ مشى يخدم في تلفزي على الاقل فماش متزهر معايا نمشي حتى انا بدي ندبر شعري واكم بعد كي يحقروني نمشي نشكي ونبكي للتلاف زمانة ولا عاطفيه حتى التلفزه كيفكم انتم زاد راه كلكم راكم تعانيوا في الدومين ومن بعد جيت انت تكذب عليا نرجعوا للكلمه الاولانيه اللي قلت لك بعد السلام عليكم قلت لك انت كذبه ومصدقتها واضح جيت تكذب علي تقول لي عايشه مرتاحه في تونس تكذب على روح نرجعوا نفس الكلمه الاولانيه نكذبوا على روحنا الناس الكل يعطيك الصحه تحيه تونس وما يحياش الشعب التونسي إلى اللقاء